وفي إطار الإعلان عن برنامج فريق البحرين للفضاء، أشار الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن عملية الاختيار سوف تعتمد على نتائج الامتحانات والمقابلات الشخصية، وسيتم بعد ذلك اختيار 10 أشخاص سيحظون ببرامج تدريبية متقدمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. يذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون يوم 29 من شهر يوليو الجاري. هذا الإعلان الغرض منه هو جذب الكفاءات البحرينية المتميزة في مجالات وتخصصاتها الأكاديمية والعلمية للانضمام لهذا الفريق. بعد الانضمام إلى الفريق ستولي الهيئة اهتمام كبير بهؤلاء الشباب البحريني من الجنسين لغرض تدريبهم والعناية بهم بعد ذلك إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم في التطبيقات الفضائية. حاليا بالنسبة للمرحلة الأولى مرحلة الإعلان، يليها مرحلة فرز طلبات التقديم التي تستلمها الهيئة، ويلي ذلك عملية إجراء الامتحانات والمقابلات الشخصية، وانتهاء بالتوظيف. يلي مرحلة التوظيف بكل تأكيد التطلع إلى مرحلة التدريب وتنفيذ المشاريع بإذن الله. بالنسبة للشركاء للهيئة، شركاء الهيئة كثر، ولولا دعمهم والتواصل ما بيننا وما بينهم لما استطعنا أن نحقق النجاح في هذه الحملة، وإحنا عولنا عليهم وعلى مساعدتهم بشكل كبير جدا. طبعا نخص بالذكر القطاع المالي والإداري والتقني في وزارة المواصلات والاتصالات، ونخص كذلك بالذكر ديوان الخدمة المدنية، وكذلك وزارة الإعلام من ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمتها لنا ومشاركاتها في هذه الحملة، وكذلك الحكومة الإلكترونية.